طبعا الدعامه المرنه لها شويه مميزات. اولا انها ما فيهاش اعطال، ما فيهاش حاجه ميكانيكيه. ثانيا ان هي رخيصه الثمن بالمقارنه بالدعامه البالونيه، وده سبب كبير جدا او سبب هام جدا لاقبال كتير جدا عليها في العالم النامي او دول الشرق الاوسط وافريقيا. ونمره ثلاثه ان هي ضمانها مدى الحياه. وطبعا الحاجات دي بتفرق كتير مع المدى. عيبها ان طول العضو بيبقى ثابت في الانتصاب والارتخاء، يعني الدعامه في حاله الانتصاب طولها ثابت، في حاله الارتخاء طولها برضه ثابت، ولكن ده مفروض وده مدى. طبعا ده العيب اللي موجود فيها، ولكن هو مش بيفرق مع ناس كتير يعني.